السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تجربتنا بعنوان أو اختبرنا بعنوان Essay of Aspirin Tablet. لذلك راح نتعرف في البداية على بعض المعلومات عن الأسبرين Synthesis, استخداماته, Physical Chemical Properties, ومن ثم نتطرق إلى Chemical Principle for Essay أو used for assay of aspirin tablet, وبعدين البروسيجر والكالكوليشن اللي راح نستخدمها for determination the amount of aspirin الموجودة بالسامبل. So what is the aspirin? Firstly, we take simple information about aspirin. Aspirin or it is called or known as according to its structure, يسمى بـ 2-acetoxybenzoic acid or acetyl salicylate أو acetyl salicylic acid or O-acetyl salicylic acid أو ما يسمى بـ اللي هو الأسبرين المعرفة. والأسبرين it is a drug and is classified to the class يسمى بالنونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. So الكيميكال فورمولا according to its structure also انه C9H8O4 حسب structure اللي نشوفه بالصورة اعلى. المولكيولار ويت مالته 180.159 جرام بير مول. What is its physical properties? The important physical properties انه it is white pure, يجيني على شكل white, crystalline, weakly acidic substance with melting point of 136 centigrade. Most important uses of this drug, احنا قلنا يستخدم او يعتبر كنونستيرويدال انتي انفلاماتوري drug, so it is used to reduce fever, relieve mild and to moderate pain. كما يحدث مثلا في حالة المصل ايك الكومون كولد, ايضا نستخدمه بالهيديك, وكذلك يستخدم to reduce and swelling in conditions such as الارثرايتس, يعني انه ممكن نستخدمه for relieving the pain and anti pyretic drug. ننتقل الان الى synthesis. الموست هنقول most common or common way for its production إنه synthesis of aspirin. إحنا إيش قلنا؟ قلنا المصدر الرئيسي for aspirin source مالته هو salicylic acid. زين, شنو راح يدخل بتكوينه؟ أو يعني أولاً هو راح يدخل بتكوينه salicylic acid plus إيش؟ شنو المادة الأخرى راح تدخل بتكوينه؟ راح تدخل بتكوينه الأسيتيك أنهيدرايد, يعني معناه إنه salicylic acid is treated with acetic anhydride اللي هو طبعاً acid derivative. إيش راح يسوي؟ راح بالتفاعل إيش راح يصير؟ راح يصير إنه الهيدروكسيل جروب اللي نشوفه هنا بالستركتشر الموجود عندي هو التفاعل الأول هو salicylic acid plus acetic anhydride. تشوفون هذا الأسيتيك أنهيدرايد اللي عنده شنو؟ عنده 3 أكسجين. هذا الأسيت الصلصاليك أسيد بيه هيدروكسيلو جروب. So هذا الهيدروكسيلو جروب راح شبيها راح خنقول turns into ester group, تتحول المن إلى ester group. يعني ROH تحول إلى ROCOCH3 اللي جتها منين؟ هذه جتها من الأسيتيك أنهيدرايد بعد ما صار عملية ريزونانس وإن إن إن خلينا نقول تفاعلت جتي الأكسجين أو الأستال جروب حلت محل الهيدروجين في الساليك أسيد. زين, فهذه إيش راح تعطيني العملية؟ تعطيني العملية الأسبرين بلس إيش؟ بلس الأسيتيك أسيد. الأسيتيك أسيد هنا راح يعتبر كباي برودكت of this reaction. زين,
ممكن انه استخدم catalyzed in this reaction we can use we can use catalyzed as sulfuric acid or occasionally phosphoric acid. هذه شو نقول عليها احنا؟ هذه التفاعل اللي صار for synthesis of aspirin اللي هو acetyl salicylic acid هي الرياكشن او العمليه او الرياكشن اللي دخلها هو esterification reaction. يعني شنو؟ يعني كونت من الحامض مع خلينا نقول الحامض مع الكحول كونا ايش؟ مع الهيدروكسيل جروب هنا الموجوده كونت الاستر اللي هو من هو اللي هو الاسبرين. وقلنا الاسيتيك اسيد راح يعتبر كباي برودكت. هذه الطريقة تستخدم أكثر شيء بالأندر جراجويت تيتشنج لاب، يعني بالمختبرات مالتنا، بالمختبرات اللي خلينا نقول فور أندر جراجويت ستودنت يستخدمون هذه الطريقة لأنها تعتبر most common and most simple and the simplest one method for production of or synthesis of aspirin. ننتقل إلى بعض من الكيميكال بروبرتيز اوف اسبرين. إنه الاسبرين is decomposed أو degraded rapidly in solution of ammonium acetate or the acetate. يعني أما acetate solution أو ammonium acetate solution, carbonate, citrate, hydroxide of alkali metal. كلها ممكن انه شو تسوي؟ يعني عند تفاعل هذا الوضع الاسبرين في هذه المحاليل اللي هي تحتوي على كربونيت اسيتيت سيترايد او حتى الميتال هيدروكسايد، هاي كلها ايش راح تسبب لي؟ مثلا FeOH-3 هذه كلها راح تؤدي من الى ديكومبوزيشن او تفكك الاسبرين. زين اذا حسب الاستيبلتي مالت الاسبرين، الاسبرين يعتبر از ستيبل in air dry but gradually hydrolyze in contact with moisture. إذا يتفكك يعني إذا تعرض الأسبرين إلى رطوبة أو إلى خلينا نقول هواء رطب راح يتحلل إلى acetic acid، يعني يتحلل من إلى مكونات اللي هن acetic acid and acetic anhydride and salicylic acid. إذا وضعنا الأسبرين in solution with alkali مثلا عندي قاعدة وحطيتها، إيش راح يصير بي؟ راح يصير بي hydrolysis okay rapidly بسرعة and the clear solution formed may consist entirely of acetate and salicylate. يعني راح يتكون عندي بعد تحلل الأسبرين in acid in basic solution راح يتحلل إلى يعني يعطيني الأسيتيت والصلصليت ويتكون عندي محلول خلينا نقول clear solution and colorless solution نتيجة شنو؟ تحلل هذا الأسبرين. So يعني معناه إنه in moisture and a basic solution ممكن إنه rapidly hydrolyzed and also راح يعطيني شنو ال its component مالته اللي هي acetic anhydride and acetate. ننتقل الآن إلى الموضوع الأساسي مالتنا اللي هو assay of aspirin tablet. هنا في المختبر مالتنا راح ناخذ شنو؟ راح ناخذ ك pharmaceutical dosage form اللي هي الأسبرين tablet، يعني for drug اللي هو الأسبرين ناخذ التابلت مالته، يعني ما منشتغل على البيور product، يعني مش على الأسبرين نفسه وإنما على pharmaceutical dosage form اللي هي التابلت مالته. شنو الـ principle اللي راح نستخدمه for our assay يعني for our assay of aspirin؟ هنا عندنا خلينا نقول الـ official chemical principle اللي يستخدم for assay of aspirin هو الـ back titration. وسابقا عرفنا شنو back titration and where and at which condition we can use or must be used this principle. So شنو هسه شو راح يتم هذا الاسي مالتنا عن طريق احنا نجي يعني شنو الهدف؟ خلي اخذ اولا الهدف من الفور اسي. الهدف من الاسي اوف اسبرين انه تو ديتيرماين ذا اماونت اوف اسبرين بريزنت ان تابلت دوزج فورم.
اوكي سو هذا راح يتم كيف؟ راح يتم عن طريق انه قلنا باك تايتريشن. زين باك تايتريشن معناه اكو تفاعل دي يصير. حتى اسوي تايتريشن معناه لازم اكو شنو؟ اكو مواد متفاعله، اكو تايتريت، اكو تايتريت. سو التفاعل هنا هو راح يتضمن اول شيء انه الكلاين هيدرولايسيس اوف اسبرين، قلنا يعني هيدرولايسيس اوف اسبرين ان بيسك ميديا اللي هو راح نستخدمه اللي هو 0.5 نورمال اوف NaOH كستاندرد سوليوشن. بعدين راح نسوي شنو؟ باك تايتريشن. يعني الخطوه الاولى تبدي بالاسي مالتنا انه عباره عن هيدرولايسيس الكلاين هيدرولايسيس اوف اسبرين باي NaOH ستاندرد سوليوشن اند ذين وي يعني او ذين ذا باك تايتريشن of the excess unreacted alkali solution اللي نقول الزايد او الاكسس اللي هو غير متفاعل من ال NaOH راح نسوي له titration against another standard solution اللي هو acidic solution of 0.5 normal HCl. اوكي يعني معناه نعيدها كررها انه الخطوه الاولى نسوي alkaline hydrolysis of NaOH and then what الكلاين هيدرولايز اوف NaOH and then titrated against الاسيديك solution اللي هو HCl. Then what is the indicator used for this titration اللي هو الفينول ريد solution يستخدم as indicator. So اذا نلاحظ هنا بالفيجر او بالمعادله اللي the equation on the below equation equation below نشوف انه الاسبرين هذا هو structure مادة اتفاعل مع ال NaOH an excess amount of NaOH اللي هي ماخذ مثلا اذا كان هذا الاسبرين 1 مول هذا يكون 2 مول ضعف. اوكي بوجود الهيتينج طبعا الهيدروليسيس راح يتم عند الهيتينج باي هيتينج راح نتحصل ايمن على صوديوم صلصليت اوكي بلس صوديوم اسيتيت. يعني شو تشوفون هنا بالتحلل ايش حصلت؟ حصلت على اسيتيت اند صلصليت. اوكي ثم هذا المحلول بعد ما يعني هذا المتكون راح نسوي له تايتريشن اجينست وات اجينست ذا اتش سي ار. اذا هذه هي الخطوه الاولى بالتفاعل معنا. سابقا قلنا انه الاسبرين is ready to dissolve in the reduced NaOH solution and hydrolyzed. يعني الاسبرين بسرعة عامة انه يذوب بسرعة بمن بالالكلاين solution ويتحلل completely. وقلنا بروف التفاعل انه لازم نسوي له شنو التفاعل هذا heating solution heating for يعني complete hydrolysis or to complete hydrolysis for 10 minutes with an excess of base. اذا 1 mole of اسبرين ناخذ 2 مول اوف وات 2 مول اوف NaOH سوي لهم تسخين heating for 10 minutes and then نشوف انه راح يصير شنو عندي يصير hydrolysis او يذوب الاسبرين مباشره بال NaOH. ثم ننتقل الى الخطوه الثانيه اللي هي titration of the excess unreacted alkali with 0.5 normal HCl كستاندرد سوليوشن. وقلنا نستخدم الفينول ريد انديكيتر. يعني كما نشوف مثلا بالفيجر بالصوره اللي امامنا انه عندي البيوريت ويعني خلينا نقول التايتريشن اباراتس اللي هو مشكلي حاطين ال HCl في البيوريت الاكسس اوف NaOH ان ذا فلوت فلاسك مع الفينول ريد انديكيتر والسوليوشن اللي عندي اوف تابلت اسبرين تابلت وتم عمليه التايتريشن. من المعروف انه اي quantitative determination يتضمن boiling with a standard alkali solution standard alkali solution cooling and back titrating the excess. هنا ايش لازم نسوي؟ نسوي blank experiment without aspirin. ليش؟ يعني عندنا بالباك تايتريشن او سوري بالكوانتيتي ديترمينيشن اذا كان عندنا نسوي تسخين او اذا كان عندنا خلينا نقول
اللي مثلا عندي انالايز، اذا عندي خلينا نقول تفاعل، او the chemical principle of a say of our sample، ان التفاعل ما يتضمن boiling يعني heating boiling with the standard مع منه مع الالكالي solution. شو نسوي بعدها؟ نسوي cooling و back titrating the excess. لازم شو نسوي؟ لازم نسوي بلانك اكسبيرمنت. شنو بلانك اكسبيرمنت؟ البلانك هو all the reagent، مع البلانك هو عبارة عن all the reagent except ال sample مالتنا، يعني أحط كل ال reagent مع other sample، هذا معناه البلانك. So then نسوي بلانك اكسبيرمنت. في حالتنا نسوي بلانك اكسبيرمنت without the aspirin. ليش؟ أولا حتى نقلل نسبة الخطأ اللي ممكن تصير، زين، نتيجة مثلا الـ unavoidable loses، يعني الفقدان الغير، خلينا نقول غير متجنب. ثانيا الـ heating and cooling of alkaline solution، هذا الـ alkaline solution مثلا NaOH راح يولد إيش؟ راح يولد خلينا نقول يغير من الانديكيتر، يعني يغير من strength of indicator. اوكي، اذا سوي بلانك اكسبيرمنت فور تو ريزن، نقلل نسبه الايرور اللي ممكن تصير نتيجه اللوزز، وثانيا انه الهيتنج والكولينج اوف الكلين سوليوشن ممكن يسبب لي تغيير بالسترينث اوف انديكيتر يوز. اوكي، إذن هذه النقطة أيضا تعتبر مهمة في حالة الـ quantitative determination، أو في حالة مثلا الأسلحة في حالتنا اللي هو assay of tablet اللي متضمن استخدام الـ alkaline solution and heating and then cooling. زين، أيضا من الملاحظ أنه عند إجراء الـ alkaline hydrolysis of aspirin انه راح يتم ايش؟ امتصاص الاتموسفيرك CO2 من الجو. اوكي، فهذا CO2 راح يمتص من قبل شنو؟ الهوت alkaline solution، فيكون CO2 مع NaOH by heating راح يكون لي الصوديوم كربونات. اوكي، هذا كله دي يصير وين؟ بالوسط، يعني كله بالسامبل مع بالسامبل سوليوشن مالتنا. فهذا من نسوي له، يعني من خلصت مثلا 10 منت سويت هيدروليزس اوف سي اوف اسبرين ان الكلاين ميديا، راح اجي اخذ هذا السوليوشن اند ذن ات از باك تايتريتد وذ ستاندرد اسيد سوليوشن. فالسي او 2 اللي راح يطلع لنا، اللي خلينا نقول السي او 2 هذا الموجود راح ايش يسبب لي؟ يسبب لي color changes of the indicator قبل ما نوصل الى الـ actual end point. تشوفون شو؟ يعني هذه احنا تكون عندي الـ Na2CO3، الـ Na2CO3 هذه كـ salt تتفاعل مع الـ HCl. ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني NaCl as salt CO2 plus H2O. هذا CO2 CO2 مع الـ H2O كنا شو تكون؟ تكون الـ H2CO3، بمعنى آخر إنه تفاعل الصوديوم كربونات مع الـ HCl يعطيني NaCl plus H2CO3. بما إنه H2CO3 is unstable acid so it decomposes to give what؟ to give CO2 plus H2O. هذه CO2 تحرر CO2 راح يؤدي المن إلى giving the خلينا نقول false end point، يعني أدى لتغير اللون. اوكي، تغير اللون اوف ذا انديكيتر قبل ما يوصل الاند بوينت. فهذه النقطه ايضا مهمه ويجب الانتباه لها، انه يعني احنا نقول وصلنا الاند بوينت بس it is not the actual end point, it is the false end point نتيجه the liberation of CO2 from the reaction.
زين نجي إذن إلى الكيميكال فاكتورز يعني الكالكوليشن of the assay of aspirin. بالكالكوليشن نحسب أولا الكيميكال فاكتورز. إحنا إيش قلنا؟ قلنا حسب المعادلة اللي شفناها سابقا موجودة هسه أمامي إنه الأسبرين plus NaOH 1 مول of aspirin يتفاعل مع 2 مول of NaOH by heating راح يعطيني صوديوم سلسلات and صوديوم أسيتات. هذه الخطوة الأولى بالتفاعل. And then the solution الناتج is back titrated يعني ال NaOH الزايد خلينا نقول excess unreacted of NaOH يتفاعل مع ال HCl ك standard solution for giving NaCl plus H2O. نجي هنا خلينا نقول what the for يعني calculation. احنا قلنا ان 1 مول of aspirin يتفاعل مع 2 مول of NaOH. So يعني معناه اذا ارجع اني يعني اقدر استخدم هسه احنا هاي الحسابات موجوده امامي هي نفس هالحسابات او نفس الطريقه اللي استخدمها وين بالكالكوليشن بالكالكوليشن اوف كيميكال فاكتور اللي تعلمناه انه ويت n1v1 يساوي n2v2 او يعني 1 مول اوف اسبرين يساوي 2 مول اوف اذا قلنا نسويها كعدد مولات 1 مول اوف اسبرين يساوي 2 مول اوف أو sorry 2 مول of NaOH يعني إذا أجي أعوض 1 مول N1V1 اللي هو المن لل NaOH ال NaOH النورمالية مالتها هي 0.5 نورمال في 1 مول لأن أنا أريد أطلع الكيميكال فاكتور يعني كم غرام من الأسبرين in 1 مول أو يتفاعل مع 1 مول of NaOH. الطرف الثاني هو عندي 2 مول مضروبة بمن في الويت على الإكوفلنت ويت في 1000 هذا اللي نعرفه إحنا. So إذا أجي أطبق نص في 1 يساوي 2 في ويت اللي هو المجهول اللي هو الكيميكال فاكتور مالتي اليمن على الإكوفلنت ويت إكوفلنت ويت أوف أسبرين هو 180 جرام أو سوري 180 إكوفلنت اليمن في 1000 so عملية رياضية يطلع من عندها الكيميكال فاكتور اللي هو 0.045 جرام of aspirin اللي يتفاعل مع 1 مول of 0.5 normal NaOH. هذا هو اعتبر الكيميكال فاكتور اللي هو عدد غرامات الاسبرين اللي يتفاعل مع 1 مول of Standard solution الأول اللي هو الـ NaOH. زين كسمبل بروسيجر اللي راح نستخدمه for a say of aspirin tablet إنه ناخذ 20 aspirin tablets وزن كل وحدة 0.3 جرام for each نطحنهن grinded أو crushed by mortar أوزنهن أطلع الوزن الكلي إلهن اللي هو 6.5 يعني هاي العشرين جرام اللي انطحنتها ايش قد طلع وزن الباودر 6.5 جرام. زين ايش راح نستخدم؟ راح ناخذ من هذا الكراشت باودر سامبل اخذ او نص جرام ناخذ نص جرام. زين بعد شنو ناخذ ك ريجنت؟ قلنا انه نستخدم 0.5 normal NaOH and 0.5 normal HCl standard solution. نسوي في التيبل صغير نسجل فيه الداتا اللي هي عندي sample of powder اللي هو 0.5 جرام. زين ايش قد حجم ال NaOH المستخدم اللي كتركيزها 0.5 هي 30 مول for this experiment and the volume of HCl consumed by reaction اللي هو 19 مول يعني 19 مول. هذه for sample experiment. إذا نجي قلنا إنه لازم نسوي blank experiment بهذه الحالة قلنا الأسباب عرضناها سابقا إيش قد راح نستخدم من الحجم من ال NaOH 30 مول وحجم ال HCl راح نستخدم 28 مول for blank experiment. زين هنا شنو
سابقا طلعنا الكيميكال فاكتور. كيميكال فاكتور اللي هو weight of aspirin react with 1 mole of 0.5 normal NaOH and also نفسه هو اللي راح يتفاعل مع 0.5 normal HCl اللي هو 0.045 جرام. من؟ من الاسبرين. هذا كيميكال فاكتور. اجي هسه شنو المطلوب من عندي بالكالكوليشن؟ اول شيء مطلوب من عندي انه احسب الـ average weight of an individual aspirin tablet. شلون اطلعه؟ That sample simple اللي هو الـ average weight of individual tablet راح يساوي ايش قد حجم كمية الباودر الكلية من اللي طحنتها من 20 حباية من الاسبرين، هي طبعا 6.5 على عدد الحبات 20 يطلع وزن الـ average weight او الوزن الحباية الوحدة، طلع 0.325 جرام من 32.5 جرام من الاسبرين. زين هسه اجي المن الى الهدف مالتي، انه اني الاوبجكت اوف الاسي انه اتحدد كمية الاسبرين الموجودة بالسامبل مالتي اللي هو شنو كان اللي هو الاسبرين تابلت. هنا أنا راح أتم على شكل شنو خطوات steps حسابات. تبدي الحسابات أول شيء correct the normality of HCl used to 0.5 normal. يعني شلون؟ أنا عندي N1V1 يساوي N2V2. يعني إيش قد أطلع؟ هنقول أول خطوة هنا راح أطلع بها حجم الكم مول من الـ 0.5 normal HCl اللي هي is back titrated، يعني is consumed أو reacted with excess of NaOH by back titration. شقد حجم شقد HCl استهلكت للتفاعل مع الـ excess of NaOH in back titration بالمعادلة اللي شفناها. N1V1 يساوي N2V2. زين 0.5 normal أو 51 normal هنا أنا. من إيش؟ من الـ NaOH B. إيش قد استخدمت من الـ NaOH بالمعادلة أو بالتفاعل؟ 19 مول يساوي 0.5 normal من الـ HCl في الفوليوم الثاني اللي هو أنا أطلع حجم الـ HCl اللي تفاعل مع الـ excess of NaOH. إيش قد راح يطلع لنا بعد ما نجي العمليات الحسابية؟ يطلع لي 1938 مول of HCl that is reacted with excess of NaOH the standard solution. هذه بالنسبة لمن إلى sample experiment. أيضا لازم أحسب أو correct the volume of a blank، يعني أطلع حجم الـ HCl اللي استخدم for blank titration اللي استخدمناه in experiment without aspirin. إنه بدون وجود الأسبرين، يعني سويت فقط back titration أو سويت خلينا نقول titration عادي أسيد وبيس القاعدة مع الحامض. ايضا N1V1 يساوي N2V2، ايش قد استهلك ايش قد استخدم من الـ NaOH بالتفاعل هنا 28 مول مقابل ايش قد حجم من الـ HCl اللي تفاعل مع الـ NaOH for blank titration experiment. طلع عندي الفوليوم 28.56 مول of 0.5 normal HCl اللي تفاعل مع الـ NaOH في حالة إيش؟ في حالة الـ Blank Titration Experiment. أوكي؟ هذا كله for correction of the normality of HCl اللي 0.5 normal. يعني for two experiments. Example and the Blank Titration أو Blank Experiment. هسه طلعت الحجوم. ايش راح احسب بعدين؟ راح احسب الفوليوم اوف اتش سي ال اللي تفاعل ويا من مع البيور اسبرين. اوكي هذا شلون اطلعها؟ يعني ايش قد اتش سي ال من الاتش سي ال تفاعل مع البيور اسبرين بعد الاسبرين سابلمنت. شو راح يطلع؟ راح يطلع هو عمليه الفرق ما بين الـ HCl، حجم الـ HCl اللي استهلكته وين؟ بالـ Blank Titration، وحجم الـ HCl اللي استهلكته وين؟ بالتفاعل مع الـ Unreacted أو الـ Excess Unreacted of NaOH by Back Titration.
So V3 ناقص V2 يساوي 28.556 ناقص 19.38 يساوي 9.18 مول of 0.5 normal HCl solution. يعني إيش قد طلع حجم ال HCl that is reacted with sample, free sample هو 9.18 مول. So من العملية ومن الحسابات هذه ومن الحساب السابق الكيميكال فاكتور اللي هو كنا 0.045 جرام من الاسبرين اللي تفاعل مع 1 مول اوف 0.5 نورمال اتش سي ال واللي هو نفسه تفاعل مع 1 مول اوف 0.5 نورمال ان اي او اتش راح اقدر اطلع الويت اوف اسبرين الموجود بالسامبل. ايش راح يساوي؟ يساوي الويت في الكيميكال فوليوم في الكيميكال فاكتور، فبالتالي راح يطلع عندي قد الويت مال الاسبرين بالسامبل 0.430 جرام of aspirin in the presented in sample. فبالتالي أكون بهذه الطريقة حسبت أو وصلت المن إلى aim of the assay of aspirin tablet اللي هو إنه determine the amount that present in aspirin amount of aspirin that present in aspirin dosage form اللي هي التابلت اللي استخدمتها. So at the end of this experiment of this lab, thank you very much for your time and good luck.